مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الفضائية الآرامية وحلقة جديدة حول العراق والوضع الراهن في العراق. اليوم موضوعنا راح يكون عن العراق يدفع ثمن لصراع دول الأقليم. معايا في الاستوديو راح أرحب بي أولا أخونا المبارك الأخ أستاذ عبد الأحد أوغسطين الناشط الاجتماعي. أهلا وسهلا أخ عبد الأحد. شكرا شكرا. أيضا معنا المستشار القانوني الأخ مجدي خضوري. أهلا وسهلا أخ مجدي. مرحبا بك. وأعزائي المشاهدين راح يكون معنا أيضا في هذه الحلقة لمدة ساعتين النائبة أشواق الجاف عضو مجلس النواب العراقي، وكذلك النائب عبد الله جاسم عضو البرلمان الكردستاني، بالإضافة إلى إعلاميين آخرين، الإعلامي كريم العزي، المحلل السياسي باسم الكاظم، والسيد كمال يلدو مقدم برنامج أضواء على العراق. بالإضافة إلى ذلك بعد 30 دقيقة راح نبدي نأخذ مكالمات المشاهدين على الهواء. ومثل ما قلنا اليوم عنواننا العراق يدفع الثمن لصراع دول الأقليم. قبل ما نبدي أنا أحب أطلب من الأخ عبد الله أوغسطين أن ينطينا مقدمة لمدة دقيقة أو دقيقتين حول هذا الموضوع إلى أحبائنا المشاهدين. تفضل. شكرا أخ باسم على الاستضافة. العنوان لهذا اللقاء وهذه الندوة: العراق يدفع الثمن لصراع دول الإقليم. سؤال كبير، لماذا العراق في الآونة الأخيرة أصبح أضعف دول المنطقة وأضعف دول العربية؟ علما بأن العراق في الزمن القريب كان من أقوى الدول العربية، يهابه الجميع. اليوم أصبح ضعيفا جدا لسبب تكالب القوة المحيطة بالعراق. العراق كان قائما في السابق على أساس المواطنة، الوطن أولا والمواطنين أولا، أما اليوم للأسف الشديد العراق قائم على أساس المحاصصة الطائفية، مما جعل العراق يتجه نحو للأسف أقول نحو الهاوية. وأتمنى من كل قلبي أن يعيد العراق وطنية المواطنين، والوطنية هي الأساس لإقامة أي دولة، ولا تقام دولة على أساس الطائفي أو القومية، مما أدى إلى ضعف العراق. في الأمس القريب كان العراق، ونذكر جميعنا الأحداث السابقة في العراق منذ تأسيس المملكة العراقية وإلى يومنا هذا، العراق كان يقوده رجال كبار، رجال ذوي اختصاص، سواء كانوا عسكريين أو قانونيين أو إداريين، ولهذا كان العراق قوي برجاله وبمواطنيه بغض النظر عن طائفة الشخص الذي يقود العراق، سواء كان شيعيا أو سنيا أو عربيا أو كرديا، كان العراق برجاله. أما اليوم ضعف العراق بتناحر الطوائف المتكالبة على حكم العراق والمنافسة الطائفية والقومية والإقليمية. نعم، شكرا أخ عبد الأحد. نفس السؤال يا ريت لو أخونا مجدي أن تنطينا يعني رأيك أنت من زاوية أخرى عن هذا الموضوع، أنه ليش العراق جاي يدفع الثمن، وهل كان دائما يدفع الثمن، وماذا عن المستقبل ما بعد هذه المرحلة، وخاصة لا نعرف ماذا يحصل بعد الحوار والاستفتاء أو تجميد الاستفتاء. تفضل. أشكرك دكتور باسم على هذه الاستضافة، وأشكر كذلك قناتكم والسادة المشاهدين والأخوة الضيوف داخل الاستوديو وخارج الاستوديو. من ناحية الصراع حول العراق، هذا صراع أزلي وليس هو تحصيل حاصل اليوم. يعني لو نأتي إلى عبر التاريخ، هناك من أيام حمورابي، من أيام السومريين، كانت هناك صراعات حول هذه المنطقة من العالم. ليس
ليس اليوم بسبب النفط وغير النفط وغير الموقع الجغرافي، لكن هذا هو حال العراق منذ الأزل، من أيام فجر السلالات إلى زمن حمورابي، إلى زمن الكوتيين، إلى زمن الكوشيين اللي أتوا من شمال العراق، من شمال شرق العراق وغزوا العراق في حينه وأقاموا الدولة الكوشية لمدة 5 قرون. ثم أتوا بعدهم البابليين اللي استقروا وقاموا بقيادة ملكهم حمورابي بتوحيد العراق، ثم الأكاديين، ثم الآشوريين، يعني يعني إمبراطوريات ودول قامت بالعراق على أساس الحروب والنزاعات. وهذا هو حال العراق وحال شعب العراق منذ الأزل، مرورا بسقوط بغداد سنة 665 للميلاد بزمن هولاكو، ودخول العثمانيين إلى البلاد وإقامة الدولة الخلافة العثمانية، الدولة العثمانية، ويعني حدود 480 سنة حكمت الدولة العثمانية، فترة مظلمة كانت على فترة الشعب العراقي، مرورا بعام 1914-1917 باحتلال العراق من قبل القوات البريطانية، وثم قيام الدولة العراقية سنة 1921 واستقلال العراق بقيادة الحكومة العراقية ضمن عصبة الأمم المتحدة في ذلك الوقت عام 1933. كل هذا العمل يعني العراق هو محض تحت عين المصالح الأقليمية، سواء من حدود العراق أو من خارج حدود العراق، تعتبر هذه الأرض أرض غير مستقرة عبر التاريخ. ولذلك نشوف هناك كثير من الحكومات العراقية اللي حكمت العراق بالقوة وبالبطش، وكثير من الحكام أتوا إلى العراق حكام غير وطنيين، كانوا من قبل الأجندة الخارجية عبر التاريخ، ليس الآن. يعني اليوم لما يأتي حاكم يقول هذا وطني، لا تعتقد أكو حاكم عراقي يكون وطني، لأن عبر التاريخ ماكو حاكم عراقي وطني عبر التاريخ. مهما إذا كان وطنيا هذا من الأعاجيب. الأرض العراق وموقع العراق وثورات العراق، يعني سابقا كان موجود الزراعة هو حلقة وصل ما بين الشرق وال يعني الغرب، هذا بالقديمة. حاليا النفط وموقع الجغرافي، يعني شوف الكرة الأرضية، يعني العراق بالضبط نقطة اتصال حول العالم. إيه بس ما يعني يمنع هذا أن يكون هناك سياسيين أو قادة أو مواطنين يكونون وطنيين يقودون البلد؟ أكو وطنيين، أنا شهداء كثير. أنا أتكلم على القيادة. أتكلم على القيادة اللي تقود العراق. القيادة اللي تقود العراق مع الأسف الشديد، بغض النظر إذا عمل يعني قام بأعمال قد تكون وطنية أو بنظر آخر وطنية، لكن وجوده على سدة الحكم أو كرسي الحكم، حتى لو أتى بانتخابات، حاليا عندنا انتخابات وصندوق انتخابي وما شابه ذلك، بس هي كلها يعني شكلية مو حقيقية ثابتة. أوكي، بل يعني أنا أشكرك أخ مجدي، ولو يعني النظرة تشاؤمية كانت. يعني أنت أقرأ تاريخ العراق وشوفه، يعني right. yes. هذا واقع. أوكي that's fine. أنا أريد أرجع إلى راح ننتظر من النائبة أشواق الجاف إلى أن الاستوديو نحصل أشواق أو النائب عبد الله جاسم، لكن
ونحن في فترة الانتظار. خليني أسألك أخ عبد الأحد حول موضوع الاستفتاء وموضوع تجميد الاستفتاء في كردستان، وهل هذا يعني مؤقتا أم الغرض منه فقط للمفاوضات ولو إلغاء كليا؟ تفضل أخ باسم. قبل الإجابة على السؤال لو بد أن أعلق على ما جاء به الأخ الأستاذ مجدي. ربما في العصور القديمة الكاديين والأشوريين وكذا، وهذا تاريخ مؤرخ لا يمكن أن ننساه، أما في بعد استقلال العراق في 1921 كما ذكرت الأخ مجدي، كان هناك حكام اللي حكموا العراق جميعهم كانوا وطنيون ومتخصصون في الإدارة، من أمثال المرحوم نور السعيد وغيره من الرؤساء الوزراء اللي واحدهم ما حكم أكثر من سنة واحدة أو سنتين فقط، كانوا وطنيين جميعا، ما كان أي واحد بعدهم يدعو إلى القومية أو الطائفية. العراق بين الأربعينات والخمسينات كان أقوى دولة في المنطقة، وأعتقد أنت تذكر وأنا أذكر حلف بغداد اللي كان يضم الأردن وأنقرة وإيران وأعتقد باكستان، واختاروا بغداد لتكون مقر حلف بغداد. في ذاك الوقت كان العراق هو الموجه، هو اللي يعني يعطي للجميع، هو اللي يوجه الجميع. أما اليوم طبعا اختلف الوضع، بسبب ذاك الوقت كان أكو هناك شيء يسمى وطنية، الذين يحكمون العراق كانوا جميعا وطنيين، هدفهم الأساسي العراق أولا، أولا العراق، لا الطائفية ولا القومية. أما اليوم فاختلفت الوضعية، أنا معك، ومثل ما ذكر في عنوان الندوة تكالبت عليه دول الإقليمية وأصبح ضعيفا جدا بإمكان أي دولة من دول الإقليم أن تحصل من العراق أو تدخل في شؤون العراق، وربما الله لا يجعل أن تدمر هذا العراق. أما بما يتعلق سؤالك أخ باسم حول الأكراد، الحقيقة تجميد الاستفتاء حقيقة غير مفهومة من قبل الإخوة الأكراد. طيب ممكن يعني نتوقف هنا لأنه الآن أكو عندنا النائب عبد الله جاسم عضو برلمان كردستان على الهواء حتى نستغل الفرصة، وراح أرجع على هذا السؤال مالتك. أعزائي المشاهدين، موضوعنا لهذا اليوم العراق يدفع ثمن لصراع دول أقليم، ومعنا على الهواء السيد النائب عبد الله جاسم عضو البرلمان في كردستان. اهلا وسهلا بك سيد عبد الله. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا بكم الضيوف الكرام. يا ميت هلا بك، اهلا وسهلا، ونحن نشكرك على وجودك معنا في هذه الحلقه الهامه من اجل الوطن ومن اجل العراق. عندي سؤال اول لك السيد نائب، أنه حول السيد رئيس مسعود البرزاني وحول مسألة الاستفتاء وتعزيز للشعب الكردي أو شق صف الشعب الكردي، سؤالي أنه هل سينحني الرئيس مسعود البرزاني بعد هذه الأحداث؟ تفضل. العفو، كلمة ينحني ما أعرف شنو قصدك بكلمة ينحني. يعني خليني أعيد السؤال بصيغة أخرى، أنه السيد مسعود البرزاني كان يحاول طبعا يعزز من مكانته كرئيس لإقليم كردستان أثناء قيامهم بالاستفتاء، ولكن هذا الأمر مع الأسف على العكس تماما، عمل على شق الصف الكردي ومطالبات بتنحي الرئيس البرزاني بسبب انقضاء فترته الرئاسية. هل سيتنحى الرئيس مسعود البرزاني بعد هذه الأحداث أم سيبقى؟ نعم، في الحقيقة هو السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق قد صرح أكثر من مرة أنه الباب مفتوح لأي شخص في كردستان أن يتقدم لإشغال منصب رئاسة الإقليم، ولكن طيل السنتين الماضيتين
لم يترشح أي شخص في إقليم كردستان للترشح لإشغال هذا المنصب. حتى في الفترة الأخيرة عندما كان بإمكان إقليم كردستان أن يجري الانتخابات في 1/11/2017، بقي منصب الترشح لرئاسة إقليم كردستان شاغرا، ولم يتقدم مع الأسف أي شخص لتقديم نفسه أن يكون هو رئيس إقليم كردستان إلى أن انتهت المدة القانونية للتقديم، فبقي المنصب شاغرا. السيد رئيس الإقليم أعلن أكثر من مرة أنه لن يرشح نفسه ثانية لرئاسة التقديم، لا هو ولا أحد من أقربائه أو عائلته. فكلمة الاستقالة هنا غير واردة لسبب بسيط جدا، وأنه في نهاية هذا الشهر أو في السادس من شهر 11 من هذه السنة سوف تنتهي المدة القانونية للسيد رئيس الإقليم، وبالتالي يعتبر بحكم المستقيل أو بحكم المتقاعد إن لم توكل إليه مناصب أخرى ضمن الإقليم. يعني كلمة الاستقالة هنا لا داعي لأن يستقيل، لأنه المدة القانونية انتهت. مثلا أنا المدة القانونية مالتي راح تنتهي على فترة وحالي للتقاعد، وماكو داعي أستقيل، لأنه يعني هو أصلا راح حالي للتقاعد رسميا ضمن القوانين النافذة في الإقليم وفي العراق. فلا أعتقد أن السيد رئيس الإقليم راح يقدم استقالته بسبب هذه الظروف، لأنه الاستقالة تكون في حالة واحدة فقط، إذا كانت الاستقالة ستجلب منافع للإقليم، إذا كانت هناك منافع أو مكتسبات أو هناك ضغوط على الإقليم بسبب وجود رئيس الإقليم على سداد الحكم، عند ذلك يمكن للاستقالة أن تخرج بفائدة للشعب الكردستاني. ولكن في الوضع الراهن سواء كان الرئيس مستقيلا أو غير مستقيل سوف لن يجد الإقليم أي فائدة من استقالته، ولهذا يعني ليس هناك داعي أن يقدم استقالة بشكل رسمي. كل ما في الأمر أنه منصب رئيس الإقليم سيبقى شاغرا لحين الانتخابات القادمة، وطيلة هذه الفترة سيتم توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم المنصوص عليها في قانون رئاسة الإقليم لسنة 1905، سيتم توزيع هذه الصلاحيات على السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية وعلى السلطات القضائية بحسب القانون، ويبقى المنصب شاغر لحين أن نبدأ نحن في البرلمان الكردستاني بتعديل قانون انتخابات إقليم كردستان، قانون انتخابات كردستان الحالي، قانون انتخابات رئاسة الإقليم عفوا، عليه جدل كبير من الأطراف من الأحزاب الرئيسية في الإقليم، وسيتم الاتفاق بين الأحزاب الخمسة الرئيسية الممثلة في البرلمان الكردستاني حول تعديل القانون بما يتلائم مع الوضع الجديد أو الوضع المستجدات على المستجدات الوضع الكردستاني والعراقي، وعندها سيتم الإعلان عن بدء الترشيح لمنصب رئاسة الإقليم ثانية من خلال المفوضية المستقلة للانتخابات والاستفتاءات في إقليم كردستان. وعندها طبعا من المؤكد أن السيد رئيس الإقليم مسعود البازلاني لن يرشح نفسه ثانية أو ثالثة لهذا المنصب، والباب يبقى مفتوح لأي مواطن كردستاني يجد في نفسه الكفاءة لتولي رئاسة الإقليم، وعندها يتم تحديد موعد الانتخابات سواء تتزامن مع انتخابات البرلمانية أو قبل الانتخابات البرلمانية أيضا. شكرا السيد النائب عبد الله جاسم. سؤال آخر إليك وبعدين أرجع لكم أخوان. راح أسألك السيد نائب حول كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، وخاصة الاشتباكات الأخيرة التي حصلت وبعض الأماكن التي صار بها نزوح جماعي من سان نينوى. السؤال أنه ليش انسحبت القوات الكردية أثناء الاشتباكات مع الجيش العراقي في كركوك والمناطق المحيطة، في حين هناك حصلت بعض الاشتباكات بين الطرفين في بعض المناطق المسيحية في سهل نينوى، وحصل مرة أخرى نزوح جماعي لسكان هذه المنطقة، ممكن توضح لنا ليش؟ نعم، في كركوك يعني سمعنا من وسائل الإعلام وأصبح واضحا
للعيان أنه حصل هناك اتفاقات جانبية لبعض الأطراف لبعض الأطراف الحزبية الحاكمة في منطقة كركوك وضواحيها مع حكومة مع الحكومة المركزية أو الحكومة الاتحادية في بغداد. هذا الاتفاق لم يكن بعلم رئاسة الإقليم أو بعلم بقية الأطراف الكردستانية، وتم بموجبها انسحاب البيشمركة. صدرت الأوامر إلى البيشمركة التابعة لتفصيل معين في إقليم كردستان بالانسحاب من كركوك، لأن هناك اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية. مع الأسف تبين فيما بعد أنه لم يكن مع الحكومة العراقية بل كانت مع جهات أخرى، وخاصة الجهات النافذة من إحدى دول الجوار وشخصية معينة معروفة في وسط الشرق الأوسط من صنعاء إلى حلب مرورا ببيروت وانتهاء بكركوك. يعني كانوا هم المخططين والمنفذين لما جرى في كركوك، ولكن مع الأسف الشديد لم يلتزم حتى الطرف الذي تم الاتفاق معه بذلك، لأنه دخلت القوات العراقية وخاصة قوات الحشد الشعبي إلى مدينة كركوك، وعلى أثرها تم نزوح مئات الآلاف من الأسر الكردية خاصة وبعض الأسر العربية السنية وحتى التركمانية السنية من محافظة كركوك. وتم كذلك أنفلت مدينة توسخرماتو، تم حرق مئات البيوت وتم تشريد المئات والآلاف من السكان إلى المناطق الأخرى. أي أن الطرف حتى الطرف الذي تم تسليم كركوك له لم يلتزم بما اتفقوا عليه مع الطرف الحزبي أو الجهة حزبية معينة في الإقليم التي لا تمثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في أكمله، وإنما تمثل جناح محدد من الحزب. وكان ما كان مع الأسف الشديد حسب الدستور وحسب الاتفاق المعلن مع القوات التحالف أن قوات البيشمركة بالتنسيق مع قوات مع الدولة العراقية يتم الانسحاب إلى خط 10/6/2014. كلنا نعلم أنه في عام 2014 كانت مدينة كركوك يعني تقريبا إدارية مشتركة مع الحكومة المركزية ومع إقليم كردستان. يعني لم تكن الحكومة العراقية موجودة داخل مدينة كركوك، وإنما كانت القوات العسكرية والجيش العراقي أو الفصائل العراقية المسلحة في معسكر كيوان وفي مطار كركوك وفي بعض الآبار النفط في تلك المنطقة. أما ما ظهر جليا في 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 13 أكتوبر أنه تم دخول كركوك واستباحة كركوك من قبل بعض الأطراف النافذة ضمن القوات المسلحة العراقية ما الذي نسميها، وحصل ما حصل. أما في بقية المناطق طبعا أيضا المتفق عليه أنه يتم الانسحاب والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بأن تنسحب قوات البيشمركة إلى الخط التي كانت عليه أو كانت فيه في قبل يوم 16 من شهر حزيران 2014. ولكن يبدو أن بعض الفصائل المسلحة التي تتبع شكليا الدولة العراقية ولكنها تأتمر بأوامر من خارج الدولة العراقية من دول أخرى في الإقليم لا تحب أن تلتزم بهذا الخط، وإنما تحاول أن تصل إلى خط 2003. وطبعا وهذا الإشكال بدأ من هنا. فإذا كانت البيشمركة الكردية قد انسحبت من بعض المناطق، هناك بعض الفصائل من البيشمركة الأخرى لا تريد أن تنسحب، لأن حسب الاتفاق يجب أن يكون الخط 2014 هو الخط الفاصل وليس خط 2003. ولهذا حصلت اشتباكات أخرى مع الأسف مع بعض الفصائل المسلحة ضمن الجيش العراقي، وحدث ما حدث وحدث نزوح خاصة من مدينة بعشيقة مع الأسف الشديد. حوالي 800 عائلة نزحت إلى كركوك إلى مدينة دروك ثانية وتشردت العوائل ثانية، وهذا شيء يؤسف له. نحن في إقليم كردستان لم نكن المعتدين ولا 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 لا في السابق ولا حاليا.
كل اللي جرى كان باتفاقيات مسبقة مع التحالف الدولي ومع الحكومة الاتحادية، حتى في أثناء تحرير الموصل كان التنسيق على 100% مع قوات البشمركة، وتم التنسيق وتم فتح الممرات والحدود لعبور الجيش العراقي وتحرير الموصل. ولكن المشكلة أنه بعد الاستفتاء وبعد أن تبين الحكومة العراقية أنه ليس هناك من دول الإقليم أو من دول الجوار أو من دول التحاول أو الاتحاد الأوروبي أو حتى بقية الدول كلها تقريبا واقفة ضد الاستفتاء، فاستغلت الحكومة الاتحادية هذه الثغرة وهذه الفرصة للانقضاض على ما تبقى من مكتسبات الشعب الكردي في السنوات الماضية، وتم فرض الأمر الواقع وتم اللجوء إلى القوى العسكرية. وطبعا احنا على طول تاريخ الدولة العراقية الحديثة قد مررنا بتجارب عديدة من أن فرض القوة العسكرية قد يحل المشكلة محل مؤقتا ولكنها لا تحلها بشكل دائمي، واللجوء إلى القوة أثبت فشلها في طيل السنوات الحكم العراقي السابقة في طيلة الحكومات العراقية السابقة. ونعيد ونكرر أنه نحن في الإقليم ندعو إلى حوار جدي مع الحكومة المركزية، حوار جدي مع الحكومة وتعايش سلمي مع كافة مكونات الشعب العراقي. نحن لم نستولي على أراضي لغيرنا ولم نكن المعتدين أبدا، كل ما في الأمر نحن نعيش في منطقة تسمى منطقة إقليم كردستان العراق، وهذه المنطقة محدودة جغرافيا تاريخيا، الكل يعرف الحدود الجغرافية والتاريخية لهذه المنطقة منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد الآن. الدستور العراقي القديم ينص أنه هناك شعبين في العراق، الشعب الكردي والشعب العربي، ودستور 2005 نحن كنا أكثر من صوت للدستور، حتى نسبة المشاركة الكرد في التصويت للدستور 2005 كانت أكبر من نسبة مشاركة الكرد في الاستفتاء الحالي. يعني نحن نياتنا صافية وصادقة، ونحن كنا ولحد الآن البيت الذي احتضن معظم الأقليات والمكونات العراقية. نحن آوينا أكثر حوالي 1,000,000 نازح عراقي من مختلف الفئات والطبقات، من العرب السنة، من الشيعة، من الإخوة المسيحيين، من اليزيدي، من الشبك، كل هذه المكونات وجدت في كردستان الحضن الدافئ. نحن ندعو ثانية إلى بدء حوار جدي. القوة لا تجدي نفعا، لم يكن الحكومة العراقية الحالية ليست أقوى من حكومة صدام حسين ولا من الحكومات السابقة التي حاولت وجربت القوة مع مكونات الشعب العراقي وخاصة الشعب الكردي، ولكنها وصلت إلى ما وصلت إليه من التفكك والتفكك وتنفيق الدولة العراقية. أشكرك، شكرا سيد نائب عبد الله. راح أرجع لك بعد لحظات إذا تسمح لي، حول راح أسألك سؤال آخر حول السيد رئيس البرزاني وشعبيته لقيادة الشعب الكردي، بس اسمح لي أن أطرح الآن السؤال إلى الأخ عبد الأحد. أخ عبد الأحد، بناء على ما تفضل به السيد نائب عبد الله جاسم حول انسحاب القوات الكردية وأيضا مكانة السيد رئيس مسعود البارزاني، هل عندك تعليق على ما تفضل به؟ نعم تفضل. الحقيقة أيضا أوجه سؤالي للأستاذ الفاضل الدكتور عبد الله عضو مجلس النواب البرلمان الباكستاني. ذكر أن السيد البرزاني انتهت ولايته منذ سنتين ولا يوجد من يحل مكانه في هذه المهمة. هل من المعقول في إقليم كردستان لا يوجد شخصية كفوءة ممكن أن تحل محل السيد البرزاني؟ أم هناك خوف من بعض الشخصيات أن تنافس السيد البرزاني للحلول محله في هذا المنصب الكبير لقيادة الشعب الكردي؟ هذا السؤال الحقيقي اللي أتوجهه للسيد. أشكرك. نعم. خلنا نأخذ الأخ مجدي تعليق خلال دقيقة ورح أرجع إلى دقيقة. بالنسبة للأخ الدكتور، يعني تفضل بأن القوات العراقية استباحت كركوك. يعني كلمة الاستباحة من المنظوم العربي أو اللغة العربية شنو معناته؟ شنو اللي يقصد باستباحة؟ طب هي كركوك عراقية وهي الدهوك عراقية وأربيل عراقية وسليمانية عراقية، شنو هي استولت؟ شنو استباحة؟ ما كانت يعني مثل خلينا نقول دكتور بس اسمح لي دكتور. الدستور العراقي نص بمادة
159 من الدستور العراقي، هو اعتقد قاري الدستور العراقي. لا قبل ما هذه خلينا نرجع، نخلي بس انطي خليني بس تحافظ السلطات الاتحاديه على وحده العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، النظام الديمقراطي الاتحادي اللي الشعب الكردي اول ما صوت على هذا النظام الديمقراطي الاتحادي، والقياده الكرديه اول ما ارادت بهذا النظام اسمح لي دكتور. نعم. وهذا النظام الاتحادي الديمقراطي هي القيادة الكردية في مؤتمر لندن وفي مؤتمر أربيل أكدت على هذا النظام الاتحادي الديمقراطي. الآن يقول القوات الجيش العراقي استباحت كركوك. هذا محال. خلينا نرجع إلى السيد النائب عبد الله جاسم. أخ عبد الله ممكن ترد على الأخ مجدي؟ تفضل. على الأخ مجدي على هذه الكلمة استباحة بالنسبة لكركوك، يعني استرجاع كركوك. لا، هي كركوك كلمة الاستباحة باللغة العربية لا تعني أنه ذبحت المدينة، ولكن القوات التي دخلت مدينة كركوك كان معظمها تتألف من فصائل طائفية مذهبية مرتبطة شكليا بالدولة العراقية، ولكنها تؤتمر بأوامر من خارج الدولة العراقية. وهذا الذي وكلمة الاستباحة أنه لم يكن متفقا عليه أن تدخل القوات هذه القوات إلى داخل مدينة كركوك، يعني مركز مدينة كركوك، لأن مركز مدينة كركوك حسب اللي ورد، حسب يعني بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فقرات من هذا الاتفاق الذي جرى الذي حدث بين بعض الفصائل من أحد الأحزاب الكردية النافذة في مدينة كركوك وقت الهجوم، وبعض الشخصيات أو بعض الجهات النافذة في الحكومة العراقية وفي الجيش العراقي، وخاصة الحشد الشعبي، وخاصة السيد قاسم سليماني الذي يشرف على الذي هو مستشار الحشد الشعبي للدولة العراقية، يعني يستلم راتب من الدولة العراقية كونه مستشار، نشر الاتفاقية أنه تنتشر بعض من قوات التحالف وقوات الحشد الشعبي وقوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة في معسكر كيوان، ولم تكن مركز مدينة كركوك ضمن المناطق المتفق عليها أن تدخل إليها القوات المسلحة، نقول بغض النظر عن تحديد تلك القوات المسلحة. ولكن الذي حدث أنه حتى يبدو أنه خلينا نقول حتى هذه الجهة الكردية التي اتفقت معهم لم يلتزم الطرف الآخر بتلك الاتفاقية، ودخلت القوات المسلحة من أنواع من القوات المسلحة العراقية إلى داخل مدينة كركوك، ونتج عن هذا الدخول تشريد ما لا يقل عن 170 ألف نسمة من مواطني تلك الحكومة. ولحد الآن نرى يوميا كيف يتم الاعتداء على مواقع الأحزاب الكردية، حتى ذلك الحزب أو الجناح من أحد الأحزاب الكردية النافذة في كركوك تم الاستيلاء على مقراتها، واليوم تم الاستيلاء على مقر الحزب الشيوعي العراقي الكردستاني في مدينة كركوك، وتم طردهم وسكنت القوات المسلحة في أبنيتهم وفي مقراتهم. فكلمة الاستباحة لا يعني هنا أنه تم القتل الجماعي أو هتك الأعراض، وإنما يعني الدخول عندما يدخل جيش أو قوات مسلحة، يقول صحيح الأستاذ مجدي يقول أنه من حق الجيش العراقي أن يدخل أي مدينة عراقية حسب الدستور، ولكن خلينا يعني المعلوم أنه حتى دخول القوات المسلحة إلى المدن العراقية لا يكون بشكل استفزازي أو بشكل هجوم على المواطنين الآمنين أو الناس الأبرياء أو الناس المتحزبين أو الناس المواطن العاديين. هي هاي المشكلة، أنه أي دخول إذا نجم عن دخول قوات مسلحة إلى قصبات أو محافظات عراقية تشريد حوالي 170 ألف من مدينة كركوك وطوس خرباتو، العوائل كلها تشردت في أربيل وسليمانية ودهوك والقصبات التابعة لها، وتم عزل المحافظ وتعيين حاكم عسكري، وتم منع مدير شرطة
مدير شرطة كركوك أن يتكلم باللغة عملية الكردية العراقية. نعم. نص عن اللغة الكردية، أن اللغة الكردية هي اللغة الرسمية الثانية في الدولة العراقية، يعني الشغلة بينه، يعني ماكو داعي احنا نجمل ونسوي جراحة تجميد القضية. هاي منطق القوة، منطق القوة يعني بدلا أن نستعمل القوة المنطق، العراقيين بمجملهم يحتكمون إلى منطق القوة ويرفضون أمر الواقع، وانتهت بعد الشغلة، انتهت ماكو داعي واحد نجمل، وهذا دستور وهذا عراقي. الدستور العراقي لم ينتزل به، معظم الأطراف العراقية لم تنتزل الدستور العراقي، ليس هناك في الدستور العراقي ما ينص على أنه تكون ميليشيات خارج دولة تسلح خارج دولة عراقية وتسلح من خارج الدولة العراقية، خلق قوات مسلحة العراقية. حتى لا. حتى الفصائل الحشد الشعبي، حتى تكوين ميليشيات خارج الدولة العراقية هو المادة الوحيدة في الدستور العراقي التي لم ينص عليها في الدستور العراقي أن ذلك ينظم بقانون. ومع هذا تم تأسيس قوات الحشد الشعبي، وتم تمريق قانون الحشد الشعبي في ضمن البرلمان العراقي خارج نطاق الدستور. احنا الدستور العراقي صار مثل قميص عثمان، اي واحد يريد يتصرف كيف يجي على الدستور العراقي ويفسر المواد. اللغه العربيه لغه مرنه مطاطيه فيها مرونه كل شوايه وحنبله اوجه. اذا كان القران الكريم حسب ما يقول الامام علي كرم الله وجهه انه حمال اوجه، فكيف السوق العراقي؟ السوق العراقي هذا الاتحاد الشكل والوحده الشكل، يجوز ولا يجوز الامه وغير الامه والشعب وغير الشعب. الدستور العراقي منتهج من قبل كافه الاطراف، ماكو داعي نحكي في الدستور. الكل بالعراق يرتكزوا الى منطقه القوه ومنطقه القوه العسكريه وفضل الامر الواقع، وهذا ما موجود حاليا. اما بالنسبه للاستاذ عبد الواحد، خلينا نجاوب على سؤال ايضا لان انا وقتي ضيق استاذ بسام حبيبي. تفضل. بالنسبه عندي اخر سؤال لك. السنتين التي تم تمديدها للسيد رئيس الاقليم كان باتفاق مع الاحزاب الكردي وخاصه الاتحاد الوطني الكردستاني. هم الاتحاد الوطني الكردستاني اصر والح على السيد رئيس الاقليم، حتى في ذلك الوقت كان الاقليم معارض ولم يطلب لا من البرلمان ولا من الحكومه الكردستانيه انه تمدد له مده الاقليم، ولكن الاتحاد الوطني الكردستاني الح على بقائه في الحكم لمده سنتين، وبعتقد كان المرحوم جلال طالباني طلب من عنده شخصيا انه يبقى في الحكم سنتين الى ان تسترتب الامور. في 2016 السيد رئيس الاقليم بعث برساله الى البرلمان الكردستاني انه ابداوا من الان ابداوا بحل مشكله رئاسه الاقليم، لان المده راح تنتهي في 2017، حتى هاي السنه راح تنتهي في 2017، واني ما عندي اي رشح على نفسي. ولكن احنا في البرلمان الكردستاني ايضا بدينا متاخرين، لان كل حساسيات ومنافسات حزبيه ومناكفات حزبيه، نعرف الوضع السياسي بالعراق وبالاقليم شلونه. فالسيد رئيس الاقليم لن يتشبث بهذا الموقع، اما ليس هناك شخص اخر في الاقليم كفوء. حبيبي اكو الاف الاشخاص كفوئين مثل السيد الرئيس وافضل من السيد الرئيس ايضا. لا العراق ولا الكردستان تخلو من ناس مثقفين وناس كفؤين وناس مستعدين للتضحيه وخدمه شعوبهم. المشكله هي المناكفات السياسيه، المشكله هي التحزبيه الضيقه، المشكله هي المذهبيه والطائفيه، المشكله هي انه احنا نفكر في اي شيء ما عدا نفكر في العراق كدوله. احنا يعني الاكراد والسنه والشيعه كلنا يعني نحتكم للدستور فقط في الفقرات اللي تفيدنا، اما الفقرات اللي تفيدنا احنا ما نتطرق لها ولا نجيب لها طاري. فان شاء الله هاي الازمه هم راح تزول اذا كانوا حكماء موجودين، حكماء في الطرف الكردستاني وفي الطرف الدوله العراقيه. ونقول ثانيه وثالثه، الاحتكام للقوه لا يحل اي مشكله، الاحتكام لدول الجيران لا يحل اي مشكله. ليس هناك في الدستور العراقي ماده تقول انه يجوز الحكومه العراقيه أن تذهب إلى تركيا وإيران وإلى غير الدول وتتناور وياهم عسكريا في سبيل أن تهجم على مكون من مكونات الشعب العراقي. خليني أسألك آخر سؤال سيد نائب عبد الله، سوري المقاطعة لأنه الوقت أدركنا. سؤالي راح يكون عن مرة ثانية عن الرئيس البرزاني وشعبيته لقيادة الشعب الكردي، لأنه أنت ذكرت قبل شوية عن حزب الاتحاد الوطني، والسؤال أنه ما هو رأي الشارع الكردي اليوم أنه بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت، هل لا يزال
السيد البرزاني الرئيس البرزاني يتمتع بالشعبية لقيادة الشعب الكردي أم الكفة مرجحة لصالح حزب الاتحاد الوطني أو حزب التغيير المعارض؟ شنو رأيك؟ والله احنا يعني هذا سؤال يعني لازم نجاوب عليه ب يعني بداتا يعني ببيانات رسميه. احنا ما سوينا يعني ما نقدر نسوي استفتاء حاليا انه مثلا اي شخصيه من ضمن مكونات الشعب الكردستاني هسه هي الاكثر شعبيه، هل هو الرئيسي، هل لا يزال هو السيد رئيس مسعود البرزاني ام اكو شخصيه اخرى، او اي الاحزاب اكثر شعبيه وكفاءه في الواقع الكردستاني، هو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني ام حركه التغيير؟ يعني هذا السؤال يراد استفتاء اخر او استبيان اخر ضمن مكونات الشعب الكردستاني على ما نعرف بالضبط. ولكن الشيء اللي احنا يعني شبه متاكدين انه السيد مسعود البرزاني لا زال يتمتع بشعبيه كبيره في الاوساط الكردستانيه، لان الشعب الكردستاني عاده شعوب، مو بس الشعب الكردستاني، الشعوب معظم الشعوب المقهوره والمغلوبه على امرها تلتف حول زعيم ذو شخصيه كارثيه، الشخصية التي لا تتهاون على حقوق شعوبها ولا تتنازل عن حقوق شعوبها ولا يعني تساوم على حقوق شعوبها. فليزال السيد مسعود البرزاني ذو شعبية كبيرة وخاصة بين صفوف قوات البيشمركة، لأنه هو يعتبر نفسه القائد الفعلي لقوات البيشمركة، يعتبر نفسه أحد أفراد قوات البيشمركة، وهو الذي قضى السنتين الماضيات حرب داعش بين صفوف البيشمركة، كان ينام معهم في خيامهم، كان يجول عليهم، كان هو الأب الراعي والأذن السامع، الأذن وتصغي إلى طلباتهم، وكان منفذ لمعظم ما يطلبه منه المجتمع الدولي أيضا في محاربة داعش. ولقد حقق الشعب الكردي إنجازات كبيرة داعش وانقذ العراق من هذا الطرفان، شارك في انقاذ العراق من هذا الطرفان، ومع بقيه مكونات الشعب العراقي وخاصه الجيش العراقي وقوات الحج الشعبي ايضا كانت مع البيشمركه، والحمد لله تم القضاء تقريبا شبه نهايه على هذه الحركه الارهابيه الكبيره، وان شاء الله حتى الازمه الحاليه سوف تنقضي على الشعب العراقي وسيتم الاحتكام الى العقل والمنطق ونتجاوز هذه المرحله بهمه وحكمه العقلاء من في الاقليم الكردستاني وفي الحكومه العراقيه، وان شاء الله سيتم ايضا لملمه الجراح ويتم تجاوز هذه العقبات. كل ما في الامر يجب ان نقعد معا، نتفاوض، نحتكم من العقل، نستمع الى بعضنا البعض. لا داعي للاحتكام من دول الجوار، هذه الدول هي عدوه للعراق منذ قديم الزمان، كلنا نعرف مشاكلنا مع دول الجوار، تاريخيا هذه الدول لم تكن ابدا مع العراق، وانما كبقيه دول العالم هناك مشاحنات وهناك عداوات مزمنة وهناك عداوات وبغضاء مزمنة مع هذه الدول. الاحتكام لهذه الدول واللجوء إليها والطلب مساعدتها لضد فصيل أو ضد مكون من مكونات الشعب العراقي لا يجدي نفعا، يعقد الأمور أكثر ويزيد الطين بلة. شكرا سيد النائب عبد الله جاسم عضو البرلمان في كردستان، نشكرك على المشاركة معنا في هذه الحلقة، ونتمنى لك كل الموفقية وللشعب الكردي والشعب العراقي بصورة عامة. شكرا جزيلا. شكرا لضيوفك الكرام، وأسف لم يحن الفرصة للتعرف عليهم، أشكرهم شكرا جزيلا، وندعوهم أيضا اللغة خلينا نقول مرنة تفيد الشعب العراقي أكثر ما البغضاء. شكرا نونين، شكرا وتصبحون على خير. أعزائي المشاهدين، قبل ما ناخذ الفاصل راح يكون معنا أيضا بعد الفاصل الكاتب والمحلل السياسي باسل الكاظمي، لكن راح ندردش شوية بيناتنا في الاستوديو وبعدين ناخذ فاصل. كان عندك
أخ مجدي، تعليق على ما تفضل به الأخ السيد النائب عبد الله جاسم. And I'm sorry ما قدرت أخذك لأنه يريد يروح. تفضل. أنا كان تعقيبي حول الخط اللي تفضل به، خط 2014 وأكو خط 2003. نحن نعرف الخط 2003 هي خط اللي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من سنة 91 إلى حد 2003، يعني وقت سقوط بغداد أو وقت احتلال بغداد. أنا أسميه احتلال بغداد لأن هذا قرار من مجلس الأمن الدولي ثبت باحتلال بغداد من قبل قوات التحالف. على كل الخط اللي يقصد به مال 2014 هو الخط اللي دخول الأراضي الكردية اللي ما كانت موجودة أصلا تحت قيادة البيشمركة سنة 2003. هذا الخط منين أتى هذا الخط؟ قيادة جاب هذا الخط، بس اسمح لي، هذا الخط منين يجي؟ داعش. اوكي داعش من اللي هو جاب داعش؟ اللي ينسحب من الموصل يجي يروح يدافع على كركوك؟ هاي كانت مؤامره على الشعب العراقي وعلى اهل الموصل. بس ليش ما تاخذ بالعكس؟ ليش تقول انه بغداد ما كانت تقدر حتى تعبر بيجي او تكريد؟ سياسه خاطئه من سياسه الدوله العراقيه بزمن نولي الهالكي اللي ادت على هذا الشيء اللي حصل بالعراق. يعني الله يساعده الاستاذ العبادي على تحمل أرث ثقيل جدا من قبل سلفه نوري مالك. يا مالكي هالكي يا مالكي. تمام. على كل 2014 هذا الخط الجاي يتكلم عليه الأخ الدكتور. 2014 هو نفسه لو رجع إلى الدستور العراقي نفسه على المادة 140 اللي تنص على التطبيع وعلى الإحصاء ثم الاستفتاء. هاي مناطق متنازع عليها، وما لهم شغلة في استفتاء المناطق المتواجدين شعبنا العراقي الكردي. أنا ما أقول شعب كردي، شعبنا العراقي الكردي في مناطق تواجده التاريخية الموجودين في كركوك. تعتبر هاي على أساس مناطق متنازعة، مو بس كركوك، في مناطق نينوى، في مناطق العمارة، أكو مناطق متنازعة إداريا ما بين الحكومات الإدارية وحكومات المحافظات. كون قانون المحافظات يعني أخذ استقطع من جزء من محافظة وأخذ محافظة أخرى. لعلمك سنة 69 كانت دهوك تابعة إلى محافظة الموصل. اتفاق صار بين القيادة بوقتها بال 73 ما أعرف 2 يمكن 72 على اتفاق معين صارت دهوك محافظة وهي كانت قضاء تابع الموصل. اوكي فهاي الحدود الاداريه اللي تثبت. اسمح لي، هو الخط 2014 هو الخط اللي يقصد كركوك. يجب ان يكون عندنا تطبيع وعندنا احصاء ثم استفتاء. هم عملوا استفتاء راسا يعني بواقع حال، مع العلم ان من دافع على كركوك هم اخواننا البيشمركة، والبيشمركة ضمن قوات الجيش العراقي. فهذا مو مني انت تيجي تدافع على ارض عراقيه وتيجي تاخذها على اساس انت بيشمركة وانت جيش عراقي تحت لواء العراق تحت الدستور العراقي. اقتضت الحاله ان تدافع عن مدينه او بقعه من العراق، ما تروح تدافع عنها؟ مثل ما هسه حاليا تدافع عن الموصل وتدافع عن بقية الأراضي. شنو هو الاختلاف؟ شنو هو الاختلاف؟ أنت بيشمركة، أنت ضمن الجيش العراقي تحت قيادة العراق. أنه الاختلاف ربما هو يجاوبك يقول شوف، لو مو إحنا كنا في المواجهة مع داعش كان داعش تتوسع أكثر وتسيطر أكثر وتأخذ مناطق زيادة أكثر. معك حق ومعانه حق، لكن داعش هي مؤامرة داخلية بس ودولية. هي واقعية صارت. نعم داخلية ودولية. يعني صور مرة أنا يعني سمعت لقاء لرئيس برلمان العراق السابق النجيفي. حسب قوله هو اسمه أسامة النجيفي يقول انا كنت في ايران وكان اكو بعض الحوار مع قادة ايرانيين وما كان اكو داعش في وقتها. قال في ذاك الزمان في ذاك الوقت قالوا له لو توافق على كذا واللي يخص المالكي لو الموصل راح تروح من ايدك.
يقول أنا هذا السؤال وهذا الجواب يعني انطاني في التفكير. المصري ليش المصري تروح ونينوى ليش تروح؟ ما يقول لا كان اكو داعش ولا اكو او اكو احتمال الجيثي نفسه كان جزء من المؤامره. رسم مؤامره على شعب العراق، على حكومه العراق، على واردات العراق. ليس حاليا قليل احنا لما دخل داعش قد خطنا، ولما طلع داعش قد خط ملايين مليارات الدولارات. اوكي طيب خلينا قبل ما ناخذ الفاصل ارجع الى الاخ عبد الاحد. اخ عبد الاحد، بما يعني اي تعليق عن ما قاله السيد نائب عبد الله جاسم من كردستان او برلمان كردستان، وما تفضل به الاخ مجدي، وانت خلال دقيقتين ثلاثه ماذا تريد تقول للمشاهد خاصه العراقي في هذه الظروف الراهنه الان؟ اللي تكلم به الحقيقه الدكتور جاس عبد الله جاسم الحقيقة واقعة، ومن حقه الرجل الكردي أن يدافع عن إقليم كردستان ويدافع عن الأكراد، وكان كلامه بالواقع وهذا حقيقة كلام متوازن. أما أن إذا كان عنده نوع من التطرف لجانب الكردي فهذا حقه كونه كرديا، ومن حقه أن يدافع عن الجانب الكردي. أما مسألة كركوك والخلاف على كركوك كان يفترض أن تحل، وثق مثل ما قال الأخ مجدي، تحل بالطرق السلمية، يتم الاتفاق مع الحكومة المركزية وأقليم كردستان. وهذه المدينة هي مكونة من عدة قوميات عربية كردية تركمانية مسيحية إسلامية وإلى آخره، المفروض أن تبقى تابعة للعراق. لا يحق لإقليم كردستان أن تكون هذه المدينة واللي تسمى متنازع عليها إلى إقليم كردستان، هي عراقية وراح تبقى عراقية. حتى المدن أو الكردية في الوقت الحاضر أربيل وسليمانية ودهوك في الواقع هذه مدن عراقية عراقية، صح يسكنها غالبية كردية ولكن عراقية. بغداد هي الأم، هي الأم، وجميع محافظات العراق هم أولاد هذه الأم. صح حصلت خلافات عبر التاريخ، ولكن لابد الأبناء أن يعودوا إلى حضن الأم التي هي بغداد، وبغداد هي التي تحضن الجميع، وجميعنا نؤيد هذه الفكرة. أما أن يكون للأكراد حقوق، نعم من حقهم أن يكون لهم حقوق في هذا الوطن العزيز. شكرا أخ عبد الأحد. أعزائي المشاهدين راح ناخذ فاصل. عنوان لهذا اليوم العراق يدفع ثمن لصراع دول الأقليم. كان معنا من العراق سيد نائب عبد الله جاسم عضو البرلمان في كردستان، ومعنا أيضا أخوة آخرين من العراق، لكن سنفتح الخطوط أيضا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في القسم الثاني من حلقتنا لهذا اليوم. البرنامج هو حول العراق يدفع ثمن لصراع دول الأقليم، وكان معنا سيد نائب من برلمان كردستان عبد الله جاسم، والآن معنا أعزائي المشاهدين أيضا عراقي أو الكاتب ومحلل سياسي باسل الكاظمي من العراق. لكن في نفس الوقت الآن حان الوقت لأن نستقبل مكالماتكم وتعليقاتكم، إذا عندك أي إضافة أو تعليق حول هذا الموضوع. خلونا نرحب بالكاتب والمحلل السياسي باسل الكاظمي. أهلا وسهلا بك أخ باسل. أهلا بكم وبقناتكم الموقرة وبالسادة المشاهدين وبضيوفكم الكرام. أهلا وسهلا، ونأسف أنه تأخرنا عليك لأنه كان عندنا آخرين، لكن خليني أبدي بأول سؤال إليك أخ باسل، أنه حول مسألة كركوك، هل سيطرة بغداد الكاملة على يعني سيطرة كاملة على كركوك، أو إذا نصيغ السؤال أنه إذا تسيطر سيطرة كاملة على كركوك، هل سيبدأ الحلم الكردي لإقامة دولة كردستان العظمى؟
سيدي العزيز، بالبدء أحب أن أطلق نقطة واحدة إلى ضيفكم الكريم الذي قبل قليل غادر البرنامج، هو عضو البرلمان من الأقليم، عندما تحدث إلى مسألة وقال بأن لولا الجانب الكردي لدخل داعش إلى بغداد وإلى هذه المسميات. أنا أحب أن أوضح وأضيف إلى ضيفكم الكريم، لولا المؤامرات من قبل البعض من يعملون في الوكالة لأجندات خارجية من الجانب الكردي لما دخل داعش إلى هذه المحافظات. هذا من جانب. الجانب الآخر حول مسألة كركوك. نعم. كركوك اليوم ليس هي بأنه السيطرة عليها أم من عدمه، كركوك هي من نص عليها القانون والدستور والمحكمة الاتحادية وما صوت عليه في داخل البرلمان عندما وضع الكرة في ملعب السيد رئيس الوزراء، هي كركوك تابعة إلى بغداد. جميع الأطراف شاءوا أم أبوا هي كركوك ضمن الحكومة الاتحادية إلى بغداد. وكذلك نحن نريد أن نوضح مسألة بأن كركوك عبارة عن عراق مصغر. اليوم كركوك تحتوي من جميع الطوائف والمكونات والمذاهب والأديان، ولا يختلف عليها أي شخصية حول هذه المسألة. فاليوم لو نتحدث ونقول بأن كركوك تعود إلى بغداد أو تعود إلى الإقليم، هذا ليس ممكن. اليوم لو يأتي المسعود ويحاول أن يأخذ كركوك، إن حدثت في مسألة انسيابية أو في الغصب، هذا لا يمكن. أن الدول لا تبنى بمثل هذه المسائل. ومسألة اليوم الحلم الكردي حول مسألة بأنه إعلان دولة أو كل هذه المسميات، صدقني سيد العزيز، في وجود الدكتاتورية وفي وجود الهيمنة وفي وجود الانفراد بالرأي وليس مشاركة الأطراف وعدم اللجوء إلى القانون وإلى الدستور من قبل مسعود، لا يمكن إعلان دولة. إن أردنا أن نعلن دولة ويوجد هنالك مؤشرات وملامح تشير بأن من حق الجانب الكردي إعلان دولة، فعلى الجانب الكردي. ونحن نلاحظ اليوم بأن هنالك عدم مقبولية اتجاه مسعود البرزاني، فإعلان الدولة بانسحاب مسعود من العملية السياسية واستقلاله بمعناه يعطي الحرية إلى المواطن الكردي. المواطن ليس فقط كردي، هذا مواطن عراقي قبل أن يكون كردي وقبل قبل أن يكون كل هذه المسميات. فعلينا اليوم بأن نتعامل ضمن القانون والدستور، كما نرى اليوم السيد رئيس الوزراء دكتور العبادي يقول لا يقفز على القانون ولا على الدستور، يرحل كيف ما يكون البرلمان وكيف ما يصدر من قبل الدستور والمحكمة الاتحادية ينفذ. فعلينا اليوم لو كل شخص بإمكانه أن يلجأ بأنه إلى القوة والمناهرات والتصعيدات وروح كل هذه المسميات، لا يمكن أن نبنى دولة. كيف دخلنا داعش؟ دخلنا داعش عندما توحدت الصفوف، توحدت الرؤية، عندما لا يوجد هنالك تقاطعات دخلنا داعش وانتصرنا على داعش. فعندما نريد أن ننتصر في داخل العملية السياسية، فلننتصر في التوحيد، في الحوارات، في النسيج الاجتماعي، ليس زرع الحقد. نرى هنالك بعض التصريحات التي تصدر من الجانب الكردي يحاولون بأنه أن يزرعوا في داخل أبناء جلدتهم مسألة الحقد بين بغداد وهي الإقليم. ألو؟ ألو؟ أعتقد معنا السيد باسل. نعم معك. اوكي تفضل كمل. اي فاليوم علينا كل هذه اذا اريد ان نضعها في سلة واحدة، فهو من اهم العناصر الذي خلق اليوم القانون والدستور وكل الكتب السماوية هو السيد مسعود البرزاني. وان عدنا الى كركوك ليس بها مكون واحد، ليس بها فقط من الأكراد، بها من التركمان، بها من العرب، بها من المسيح، بها من الكرد، هذه كل المكونات متواجدة في داخل كركوك. فليس اليوم يكون صاحب القرار هو مسعود أن يأخذ كركوك وكل المسميات. وكذلك رأينا بأن اليوم السيد رئيس الوزراء يقول علينا بأنه
تكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية كل المناطق المتنازع عليها. لا يمكن بأن اليوم أن نعلن هذه المناطق بأنهم تكون تحت سيطرة مسعود أو تحت سيطرة بعض الشخصيات. فعلينا اليوم من خلال هذه المسألة إن أردنا أن نثبت حسن النوايا. بغداد اليوم تقول لا يوجد هنالك أي حوارات عن كركوك أو علي أي منطقة متنازع عليها حول مسألة الخط الأزرق إلا بعد إلغاء مسألة الاستفتاء. الجانب الكردي يقول تجميد الاستفتاء، إن جمد الاستفتاء بمعنى هذا يأخذنا بأنه نعطي شرعية بأن الاستفتاء شرعي. هل هذا يمكن؟ لا، هذا سوف يكون قفز على القانون. المحكمة الاتحادية عندما أصدرت قانون، هل هذا ممكن؟ لا، البرلمان قد صوت وقد وضع الكرة في ملعب رئيس الوزراء وقال سيد باسل. سيد باسل الكاظمي، ممكن أن تنتظر؟ أكو عندنا السيد كمال يلدو مقدم ومعد لبرنامج مهم في الفضائل الأرامية، برنامج أضواء على العراق، راح أرجع عليك مرة ثانية بخصوص المسؤول البرزاني حول الرئيس برزاني، لكن خليني أرحب بالأخ كمال يلدو. أهلا وسهلا أخ كمال. أهلا وسهلا أستاذ باسم، وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. أشكرك سيد كمال. كمال عنده برنامج جدا مهم وقوي وضروري للشعب العراقي لمدة سنوات من خلال هذه الفضائية، برنامج أضواء على العراق. كمال، اليوم حلقتنا بعنوان العراق يدفع الثمن لصراع دول الإقليم، ونريد نسألك أنه العراق إلى أين من ناحية التداعيات وتأثير دول الجوار، دول المنطقة أو حتى الدول الكبرى حول الاستفساء أو تجميد الاستفساء. بس خليني أبدي وياك بسؤال أول، أنه هل المفروض أن يكون القرار عراقي أم بتدخل من دول الجوار المحيطة بالعراق؟ نعم نعم نعم. شكرا شكرا أستاذ باسم. بداية يعني بدون أدنى نقاش، العراق دولة مستقلة ويفترض أن تكون كل قراراتها قرارات مستقلة. المشهد اللي موجود بالعراق، لا، العراق مستباح. العراق مستباح من إيران، مستباح من تركيا، من السعودية، مستباح من القوى العالمية أيضا. هناك تأثير وهناك تدخل بالشأن العراقي، وهذا لم يأتي فقط برغبة هذه القوى، إنما بوجود قوى عراقية شجعت على التدخل، لأن هذه القوى العراقية هي قوى ضعيفة بلا جماهير، بلا قاعدة جماهيرية وبلا تاريخ وطني. إنما وجودها بموقع صنع القرار تطلب أن تكون مدعومة من الخارج. الخارج أنا أقول لك يا باختصار، يريدون العراق مدمر، يريدون العراق مكب للنفايات، يريدون العراق مستهلك لنتاجاتهم. هذا بكل اختصار. تركيا، السعودية، إيران، كل هاي الدول المحيطة بالعراق فرحانة على وضع العراق، فرحانة على الاقتتال الداخلي، فرحانة على عدم الاتفاق. تصور أنت أكو عندنا سياسيين بالعراق يحاربون الصناعة الوطنية حتى يجيبون صناعات من دول الجوار، لأن أكو بها قمشيون، أكو بها السرقة، أكو بها كل شيء. أما بالعودة إلى موضوعة الاستفتاء وموضوعة الاستقلال وغيرها، بالحقيقة هي هاي كلها نتيجة لوضع سببه نظام المحاصصة الطائفية القائم بالعراق. وللأسف الشديد وللأسف الشديد نظام المحاصصة الطائفية أوصل العلاقات ما بين مكونات الشعب العراقي إلى طرق مغلقة. وتبين من هذه الأزمة ومن قضية الاستفتاء، تبين بأن كان أكو
اتفاقات سرية خارج الإرادة الوطنية العراقية وخارج الدستور، أقيمت ما بين ساسة عراقيين مهمين بالعملية السياسية. الآن لما اختلفوا تبينت الخلافات. أنا ما أخ كمال وقتك ثمين وعندك وقت قصير، خليني أطرح السؤال الثاني إليك. ويريد الأخ باسل السياسي باسل الكاظمي أن ينتظر، والأخوة I'm sorry أنه دا أخر عليكم. أخ كمال أريدك الآن عن هذه المشكلة، مشكلة أنه الصراع الدولي اللي جاي يؤثر داخليا وخارجيا اقتصاديا دينيا everything. سؤال أنه في كل مشكلة هناك طرفان، من هما هذين الطرفين برأيك؟ وهل انتهت كل الطرق الدبلوماسية للحل؟ وكيف ترى السبيل للخروج من هذا النفق المظلم؟ تفضل سيد كمال. أستاذ باسم والأخوات والأخوة المشاهدين الكرام، أنا ما أتصور إحنا أو الساسة العراقيين حاولوا مع الطرق الدبلوماسية أبداً. كل واحد حط إيده على الزناد وكل واحد قام يهدد، هذا يقول اللي يقترب من عندي أني راسم حدودي بالدم، وذاك يقول إحنا قدمنا ضحايا، وهذا يقول وكأن هذا الوطن اليوم هم سووه. هذا الوطن مو هم سووه، هذا الوطن مخلوق قبل لا هم ينخلقون، هم جابتهم قوى عالمية وقعدتهم ونطتهم القرار، وهاي المسألة خلنا نجادل بيها. أمامهم فرصة تاريخية لإعادة بناء العراق وإعادة بناء الإنسان العراقي، أمامهم فرصة تاريخية صار لهم 14 سنة لم يرى العراق منهم، من كل هؤلاء القادة بكردهم وعربهم بسنتهم وشيعتهم ومن كل هذه الأطياف اللي موجودة، لم يرى سوى دولة فاشلة، سوى مشاريع فاشلة، سوى عقود فاشلة، وسوى سرقات علنية ببلايين الدولارات وتبديد ثروة الوطن. لم نرى منهم شيئا، لم يقدموا لهذا البلد وللمواطن العراقي سوى الدمار وسوى الخراب. هاي الطبقة السياسية الفاسدة لن تتمكن أبدا من إعادة بناء الوطن وإعادة بناء المواطن العراقي. يفترض البحث عن ساسة عراقيين وطنيين يدينون بالولاء للشعب العراقي أولا، والذي يدين بالولاء للخارج تطلعه وتقول له روح عيش وين أنت ما يعجبك. ماكو دولة بالعالم، انطيني واحد إيراني يدافع عن العراق، انطيني واحد سعودي يدافع عن العراق، ما عندنا. لكن اليوم أنت إلى سب إيران يحرقوك ويحرقون بيتك، إلى سب السعودية يحرقوك ويحرقون بيتك. ليش؟ العراق بخيرات وبتاريخ وبثروات وبناس يكفي لأن يعيش هذا الشعب وضعفه عيشة معززة مكرمة. شنو هو المشهد اللي موجود بالعراق؟ 35% من أبناء الشعب العراقي تحت خط الفقر. من هو المسؤول عن ذلك؟ أليست هذه الطبقة السياسية الحاكمة؟ ألم يكن التحالف غير المقدس ما بين القوى الكردية والتحالف الشيعي من أجل بناء دولة فاشلة؟ هاي هي نتيجتها. الكردي ما يقدر يسمع بالعربي، والعربي ما يقدر يسمع بالكردي. المسيحي مضروب، السني مضروب، الشيعي مضروب، المندائي مضروب. شو بقيتوا انتوا بالعراق؟ ما بقوا شيء بالعراق. يعني لنضحك على بعضنا. العملية السياسية الآن واصلة إلى طريق مسدود بسبب سياسات فاشلة. المشكلة الأكبر هو وجود قضاء فاسد وفاشل. هذا القضاء لو كان لعب دور وطني حقيقي بتقديم المسؤولين عن ما وصل إلى العراق إلى العدالة، ما كان وصلنا للحضيض، ولا كان دخل داعش، ولا كان حتى صارت قضية الاستفتاء وغير الاستفتاء. البرزاني في ادعاءاته يقول إحنا وصلت علاقتنا مع بغداد إلى طريق مسدود. طبعا أنتوا اللي خطيتوا العملية السياسية، وأنتوا اللي وضعتوا هذا الدستور الأعرج. من الذي وضعه غيركم؟ أنتم من قررتم أن يكون العراق على هذه الشاكلة القبيحة. العراق ما المفروض أن يكون هالشكل. الناس بس تبشرت خير لما انتهى النظام الدكتاتوري وقالت رح نبدي عهد جديد. أي عهد جديد؟ خليت الناس تترحم عن النظام البائد.
أما قضية التدخل الخارجي ما موجودة بالعالم عمالة مثل العمالة اللي موجودة عندنا بالعراق، ما موجودة. إحنا ما عندنا وطنيين، إحنا عندنا ناس تدين بالولاء للخارج. قلت لك روح سب السعودية يحرقوك، السب إيران يحرقوك، ما معقولة، ما موجودة هاي بالعالم. هاي عندك كل دول العالم، 220 دولة بالعالم، الناس تهتم بوطنها وتهتم بشعبها. أما إحنا لا، إحنا صارت عندنا غير موضوع. الشيء الآخر، إذا صار شيء بالعراق، إذا إيران ما راضي عليه ما يصير، إذا تركيا ما راضي عليه ما يصير، إذا فلان ما راضي عليه ما يصير. ليش؟ من الذي سيبني هذا الوطن؟ الإرادة الخارجية لا تريد العراق معافى، الإرادة الخارجية تريد عراق ضعيف حتى يبيعوا له مخضر ويبيعوا له خيار ويبيعوا له طماطة ويبيعوا له كلينكس، وكل هاي هسه يبيعوها للعراق. الناس قاعدة بلا صناعات وطنية وبلا عمل، حتى المي مستورد من الخارج. إلى هذه الدرجة وصل حال العراق على يد هؤلاء الساسة الفاشلين. على كل هذا اللي عندي آني، وأتمنى طبعا أعتقد قضية الاستفتاء أتصور هي درس طيب لكل العراقيين، بأن البلد لما تحكم نخبة غير مسؤولة من الممكن لهذا البلد أن يتمزق، وهذا هو الصورة من صورة التمزق. لكن هؤلاء أساسا لا يريدون أن يعطون الوجه القبيح لهذا التمزق، يقول لك استقلال وانفصال ونسك الإقليم سني وإقليم شيعي، لكن هو من الناحية العملية هو نتيجة فشلهم. وحتى لو تشكلت دولة بالمواصفات اللي الأخوة الأكراد يريدوها، لن تكون دولة ناجحة، لأن هذه القيادة اللي موجودة في إقليم كردستان أيضا هي قيادة انعدت بالفساد وانعدت بكل هاي الأمور. شنو اللي راح يسوي؟ شنو هي التجربة اللي راح يسوها؟ إنهم ما لا يقل عن 26 سنة يحكمون هاي المنطقة، كل حد ما متدخل بيهم. نسبة الفساد في كردستان لا تقل عن نسبة الفساد بالعراق. الفقر، كثير من الأمور اللي موجودة بالعراق موجودة في كردستان. يعني اللي أقول لك اللي عندهم هم عندهم أمان، والأمان هم مسيطرين عليه، لأن عندهم مصلحة بأن يكون عندهم أمان. حتى أمان همنا راح يخسروه، أقول يجوز هذا الأمان همنا راح يروح. ممكن كل شيء كبير، لأن طيب بالنار. قبل ما تروح الأخ السيد عبد الأحد يريد يسألك سؤال، هل عندك وقت؟ عندي فدقتين. نعم تفضل. ايه تفضل. مرحبا أستاذ كمال. أهلا أستاذ، كيف؟ عزيزي يعني تكلمت عنه واقع عراقي مرير ووصفته وصف دقيق جدا. أما السؤال اللي يطرح نفسه، هل نستسلم لهذا الواقع المرير؟ ما هي الحلول للتوصل إلى بر الأمان؟ ذكرت يجب أن يحكم العراق أناس أكفاء سياسيون محنكون، وكما تعلم تقريبا جميع الشخصيات المثقفة والكفوءة غادرت العراق. إذن ما هو الحل لإنقاذ العراق من هذه المحنة الكبيرة؟ أما أن نبقى ونتحدث ونجادل ونتكلم ولكن بدون حلول جذرية، ما في رأيك للقضاء على هذا الذي نعيشه في عراقنا الحبيب؟ أنا أشكرك أستاذ عبد الأحد على هذا السؤال، وهو هذا جوهر الموضوع، لأنه بعد أنت أن تشخص الحالة لازم تطرح البديل. أنا أتصور البديل عراقي، عندنا قيادات وعندنا كفاءات وطنية كثيرة وموجودة بالعراق، لكنها مبعدة من المشهد السياسي بسبب سيطرة الناس الفاسدة والفاشلة على المشهد السياسي. هناك حراك جماهيري، الفكرة من الانقلاب العسكري انتهت، هناك انتخابات وهناك حراك جماهيري وهناك تظاهرات. أنا اللي أتصور أمل العراقيين هو بتشديد المظاهرات من أجل قانون انتخابات عادل، من أجل هيئة مستقلة بكل معنى الكلمة وليست هيئة حزبية تشرف على الانتخابات، من أجل قانون أحزاب عادل، ومن أجل إشراف دولي على الانتخابات العراقية، منعا للتزوير ومنعا لعودة هؤلاء الفاشلين مرة أخرى إلى سدة الحكم. العراق بكفاءات وبطاقات وطنية كثيرة، لكن محرومة
من أن تقدم عمل وطني موجود بسبب وجود هؤلاء الفاسدين. الأمل هو بوجود قوانين عادلة حتى الناس تروح تعبر عن وجهة نظرها. أما شنو الفائدة يحطوا لك قانون انتخابات جائر، قانون انتخاب ويزورون، وبالتالي احنا رح نفتر بحلقة فارغة. لا، يفترض على تصعيد العمل الجماهيري وتصعيد المظاهرات إلى الدرجة التي تجبر هذه الحكومة وتجبر القضاء على التدخل لوقف عمل وتدخلات القوى والأحزاب الحاكمة الفاسدة الموجودة بالعراق. وهذا اللي نتمناه، ونتمنى أن منخوض بحور من الدماء وبحور من القتل، لأنه كفاية هذا الشعب شبع من الموت وشبع من الدمار. وشكرا لكم. أشكرك سيد كمال يلدو، معد ومقدم برنامج أضواء العراق، على هذه هذا التعليق المهم شاركتنا به. شكرا جزيلا أخ كمال. شكرا لكم، وشكرا جزيلا. مع السلامة. مع السلامة. ما أعتقد هل لازال الأخ سيد باسل الكاظمي معنا؟ طيب. نعم. سيد باسل، هل عندك تعليق على ما تفضل به الأستاذ كمال يلدو على في هذه العشر دقائق الأخيرة؟ بالمثل سيد العزيز، أنا أقول يوجد هنالك مصطلح أو يوجد هنالك جملة تقول من يستعطي لا يعطي. أنا أحب أن أضيف على ما بدأ به السيد كمال. هنالك لو تابعنا ورجعنا إلى الوراء حول المهيمنين على السلطة من بعد سقوط النظام بعد 2003 إلى هذه اللحظة، لو تابعنا تاريخهم لرأيناهم النسبة العليا بأنهم كانوا يتمنون أن يكونوا مدراء عامين، فاليوم يصبحوا وزراء، البعض يصبحوا رؤساء وزراء. هذا هي هذه الطامة الكبرى اليوم الذي تمر على العراق. نحن انتهينا من هيمنة النظام البائد وقلناها في مرارا وتكرارا، أما اليوم أتينا بهيمنة جديدة، وهيمنة الأحزاب، هيمنة الكتل السياسية، هيمنة بأن هذه الوزارة للكتلة الفلانية وتلك الوزارة للكتلة الفلانية وهذه المسميات. أما نحن حتى نرى الآن في حكومة السيد العبادي، نرى اليوم السيد العبادي يحاول بشتى الوسائل بأنه يأخذ العراق إلى بر الأمان، يأخذ العراق على رأس الهرم، أن يضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ولكن هل الأحزاب هي تعيد السيد العبادي؟ هي تقف مع السيد العبادي في صف واحد؟ هي تدعم السيد العبادي؟ لا، أنا على يقين، وهذه كلمة محسوبة عني، اليوم أغلب الكتل السياسية وأغلب الشخصيات السياسية هي من تحاول بشتى الوسائل بأن تفشل حكومة السيد العبادي. وأنا سمعتها من شخصيات حتى مقربة من السيد العبادي بأن اليوم السيد العبادي يرى بأن يحارب الكتل السياسية من جهة ويحارب عصابات داعش من جهة. هل هذا يمكن؟ هذا لا يمكن. وإن عدنا، ما هي الأسباب لماذا اليوم يحاولون بأن يبقى العراق يراوح في مكانه، يبقى العراق في النفق المظلم، أو يخرج من مأزق ويدخل إلى آخر؟ كون هذه الكتل السياسية إن استقر العراق وعاد العراق من جديد إلى ما كان عليه في السابق، سوف يخرج الشعب العراقي ويحقق مع هذه الكتل والشخصيات السياسية. أين رحلت أموال الشعب العراقي منذ 2003 إلى هذا اليوم؟ أين هذه الخزينة الهائلة، هذه الأرقام الخيالية، أين رحلت؟ أين ماذا قدمتم إلى الشعب العراقي؟ وأنا أعيد وكرر كلمة محسوبة عني، رأينا في الحكومات المتراكمة التي مرت على العراق كانت هنالك الخزينة مهددة بالإفلاس، كان هنالك سلسلة العراق بيد عصابات داعش، ودخل عصابات داعش، ويوجد هنالك الكثير قد رحبوا في دخول عصابات داعش لكي تبقى الملفات مغلقة. هنالك فساد إداري، هنالك فساد مالي، وكل هذا يأتي فوقها ماذا؟ القانون. رأينا القانون لم يضرب بيد من حديد. أنا دوما وتكرارا أقول أعطيني شخصية واحدة من الطبقة السياسية دخل إلى القضاء وقد حاكم من قبل القضاء، أعطيني شخصية واحدة
قد وقال ظهر في العلانية أمام الرأي العام بأن اليوم قد أصدر حكم بحق هذا الوزير أو ذاك تلك النائب أو الوكيل الوزير أو هذه المسميات. لا يوجد. نرى هنالك العكس، نرى اليوم يدخل الوزير إلى القضاء وبعدها بساعة يخرج وهو بريء. نرى هنالك يدخل أحد الوزراء إلى الاستجواب في داخل البرلمان وهو البرلمان الراعي للدستور والمحامي عن الدستور، ولكن بعدها يخرج وهو بريء. هل هذا يمكن؟ هذا لا يمكن. هنال نحن نرى في جميع البلدان بأن اليوم البرلمان أو القضاء يرتدي جبة المحاماة للدفاع والحفاظ على شعوبهم على بلدانهم. أما اليوم نرى، وأنا لا أقول بأنه الجميع، ولكن النسبة العليا نرى يرتدون جبة المحاماة للدفاع عن الفاسدين وعن الفاشلين. اليوم نرى في سيد باسل الكاظمي، أنا آسف للمقاطعة، يا ريت لو تنتظر أعزائي المشاهدين الخطوط مفتوحة وممكن الاتصال، الأرقام على في أسفل الشاشة. راح أسألك أخ باسم، سيد باسل الكاظمي، على تنحي الرئيس البرزاني والشارع الكردي والنتائج، لكن خليني أول مرة أخذ الاتصال من فنلندا. ألو تفضلوا. مساء الخير. مساء الخيرات، ممكن تعرفنا باسمك؟ علي، أخ علي من فنلندا، تفضل أخ علي. شكرا جزيلا، تحية لك وللضيوف الكرام. حبيت أعقب على نقطة أثارها أحد ضيوفك في البداية بخصوص من حكم العراق. توضيح بسيط، أعتقد أنه منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى اغتيال عبد الكريم قاسم، هناك كلهم كانوا أناس وطنيون، ولكن بعد تسلم حكم البعث، تسلط حكم البعث عفوا، جاء إلى العراق أناس عملاء. لو رجعنا وقرأنا تاريخ العراق الحديث لوجدنا عمالقة بالفكر والسياسة والاقتصاد، هم من حكموا العراق. هاي نقطة. النقطة الأخرى وباختصار على مود ما أخذ من وقتكم، أنا أعتقد بأنه السيد مسعود البرزاني انتحر سياسيا، أضاع حلما كرديا كان بين قاب قوسين أو أدنى. السيد مسعود البرزاني كان يحكم دولة صامتة، ولكن بتعنته على إجراء الاستفتاء أنهى هذا الحلم. السيد مسعود البرزاني لم يحسب حساب إلى تركيا الدولة القوية والحليف القوي في الناتو، لم يحسب حساب إلى إيران الصديق القوي لروسيا والصين. انتحر بسبب انه كان يعتقد بان تل ابيب هي من تقود العالم. اليوم تل ابيب تخلت عنه. اليوم مسعود البرزاني لا يستطيع ان يواجه جماهيره. اليوم علي، في رايك انه ماذا ترى في مستقبل القريب إلى الرئيس مسعود البرزاني؟ هل يتنحى؟ وشنو رأيك بالنسبة للشارع الكردي؟ هل لا يزال يعني يحبونه؟ لو تعتقد أنه يجب أن يتنحى ويجب أن يروح، وحتى إذا راح هل راح تنحل مشاكل كردستان أو مشكلة كركوك أو مشاكل الأراضي المتنازع عليها؟ أنا أستطيع أن أقول كلمة واحدة فقط. على السيد مسعود البرزاني أن يتنحى حفظا لماء وجهه لا أكثر ولا أقل. وشكرا جزيلا لكم. Thank you.
شكرا أشكرك. خليني أرجع لكم، تأخرنا عليكم. خليني أبدي بالأخ عبد الأحد. أخ عبد الأحد، العراق كان من أقوى دول المنطقة في الشرق الأوسط سابقا، أقوى من الخليج، أقوى من تركيا، أقوى من سوريا، أقوى من الأردن. لكن لماذا تكالبت على العراق الدول الأقليمية في هذه الآونة الأخيرة؟ عندك سبب واحد رئيسي أو سببين خلال دقيقة أو دقيقة ونص؟ تفضل. العراق كما هو معروف كان قويا وقويا جدا في المرحلة السابقة بعد الاستقلال وتشكيل الدولة العراقية في 1921. كان هناك ما يسمى الوطنية، جميع العراقيين بكافة قومياتهم وأديانهم وطوائفهم شعارهم الأول الوطن، العراق أولا. أما في المراحل الأخيرة الشعار أصبح للطائفة أو القومية أو الحزب وإلى آخره. كما ذكرنا ونذكر دائما السيد مسعود البرزاني كان مدعوم، معروف مدعوم من قبل أقوى دولة بالعالم أمريكا، وشيء لا ينسى. ولكن فات على السيد البرزاني أن أمريكا وأي دولة كبرى هدفها الأول والأخير هو المصلحة السياسية. مصلحة أمريكا في فترة من الفترات كانت لدعم البرزاني، أما لابد لها أن تغير أمريكا عندما شافت أو رأت أن مصلحتها أصبحت منتهية أو قريبة من الانتهاء مع السيد البرزاني، فقام بعمل استفتاء. وعملية الاستفتاء الحقيقة أدت إلى أن تمزيق الشعب الكردي للأسف الشديد، والبرزاني عليه في هذه المرحلة أن يتراجع. طيب. حفظاً وجهه وبنفس الوقت حفاظاً على الشعب الكردي. أشكرك عبد الأحد. خليني أسأل الأستاذ مجدي عن موضوع الاستفتاء. هل الاستفتاء هل هناك فرق بين تجميد الاستفتاء وإلغاء الاستفتاء؟ ما هو الفرق حسب الدعوة من قبل الحكومة الكردية للجوار؟ يعني للحوار، سوري. نعم. للحوار. يعني الحوار اللي صار، دعوة الحوار على أساس بتجميد الاستفتاء. نعم. طبعا هاي خطوة تنازل مفخخة. خطوة تنازل من قبل القيادة الكردية أو من قبل مسعود البرزاني مفخخة. ماذا تقصد بمفخخة؟ التجميد بمعنى لو رضيت الحكومة العراقية بهذه بكلمة التجميد فتحصيل حاصل هي ترضى بالاستفتاء وبنتائج الاستفتاء، لكنها مجمدة حاليا، قد يجوز بعد أسبوع، بعد سنة، بعد 10 سنوات، بعد أكثر، بعد أقل، تظهر مرة ثانية بعد ما تأخذ الدول الأقليمية أو الدول ذات المصلحة في تقرير مصير الأكراد كدولة أن يستخدموا هذه الورقة كالاستفتاء المجمد، يطلعوها يقول لك هذا استفتاء و93% وإحنا نسوينا دولة. على الحكومة العراقية يجب أن لا تقبل بهذه الدعوة أولا، ويجب على الحكومة الكردية تنفيذ قرارات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من المركز بأن الاستفتاء ملغي. وخير طريق للقيادة الكردية للخروج من هذا المأزق اللغوي بين الاستفتاء أو التجميد أو الإلغاء، ليلغى الاستفتاء ويعتبر استبيان. عملنا استبيان للشعب الكردي في هذه المرحلة، وتم وظهرت نتائج الاستبيان بأن 93% من الشعب الكردي استبين بأن يريدون أن يحققوا دولة قومية موجودة ضمن حدود، قد تكون ضمن حدود العراق أو تركيا أو سوريا، هاي ما حد ما يعرفها إلا ما بعد
تدخل المصالح الكبرى العالمية بإنشاء هذه الدولة، لأن قيام أي دولة حاليا، قيام أي دولة بالإضافة إلى المرتكزات الثلاثة لقيام الدولة من ناحية الدستورية والقانونية، الشعب والأقليم والسلطة، يجب هناك اعتراف دولي كامل في الأمم المتحدة. إذا لم يكن هناك اعتراف دولي لا يوجد قيام دولة، مع أنه وجود هاي ثلاثة عوامل الأخرى، السلطة والشعب والحدود، يعني الحدود المساحة من الأقليم، هي من أركان أساس الدولة. نعم. شكرا. راح أرجع إلى السيد باسل الكاظمي إذا لا يزال معنا، لكن أيضا نرحب الآن بالسيد كريم العزي مدير مؤسسة الوسيط للدعاية والإعلام. راح أرجع عليك سيد كريم. سيد باسل، هل لازلت معنا؟ معك. طيب، سؤال حول موضوع، لأنه طرقت بالبداية وآخرين أيضا طرقوا بالنسبة إلى تنحي الرئيس البرزاني والشارع الكردي والنتائج القادمة. هناك بعض المعلومات تقول بأنه بعد تنحي سيد البرزاني سوف يستلم ابنه مسرور البرزاني الحكم، فهل الشارع الكردي برأيك راح يوافق على هذا الأمر أم سيؤدي إلى نشوء انشقاقات داخلية في المجتمع الكردي أو في الصف الكردي، قد تصل ربما بالأخير إلى مواجهات مسلحة بين الأحزاب الكردية وخاصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب التغيير؟ هل تتوقع هذا الشيء؟ تفضل. سيد العزيز، بما نتحدث حول مسعود البرزاني، مسعود البرزاني إن تنحى عن منصبه فسوف يبقى يوجد هنالك بعض المشاحنات إذا تسلم المنصب إلى ولده. لماذا؟ كون اليوم نرى بأن مسعود، إن عدنا إلى التاريخ وإن عدنا إلى الوراء، فمسعود من أهم الشخصيات ومن أهم العناصر من حرض حكومة بغداد أنذاك، حكومة صدام حسين، حول الإبادة إلى الجانب الكردي، وهذا لا يخفى على أي مواطن عراقي، أي شخص متتابع إلى الأحداث التاريخية عندما حرض صدام. فلذلك غليان في الشارع الكردي يرفض جملة وتفصيلا، وأنا مسؤول عن كلامي، مسألة بأنه عائلة البرزاني أن يخرج منها شخصية ويحكم. يا أخي اليوم لماذا هذه الهيننة؟ لماذا لم نعطينا نجعل هنالك انتخابات حرة، انتخابات نزيهة، يوجد هنالك إشراف من الأمم المتحدة ومن الشخصيات المهنية والدول الاقتصاد، ونرى الشعب من هو الذي يريده؟ هل يريد عائلة البرزاني؟ هناك شخصيات مهنية. لماذا هذه الهيمنة لحد هذه اللحظة؟ صدقني حتى في داخل البرلمان في أقليم كردستان، كل من حتى من يبتسم في وجه مسعود البرزاني هو ليس مرغوب بمسعود، ولكن الهيمنة والضغط وهنالك القوة وهنالك تهديدات من أجبرتهم. نفس السياسة التي كان يتعامل بها أسلافه صدام اليوم يتعامل بها مسعود. أنا اليوم دوما أتصل مع الكثير من الشخصيات في أقليم كردستان يقولوا نحن نرفض بأنه هذه الدكتاتورية، نرفض هذا الحكم، هذا الحكم مهيمن علينا. ولكن اليوم أنا أقولها وفي صريح العبارة، مسعود على يقين بأن لا يوجد لديه أي رغبة من قبل الشارع الكردي، ولكن يبقى مصر في أن يعطي هذا المنصب إلى ابنه. لماذا؟ لكونه هو على يقين كذلك بأن الشارع الكردي لو استلم شخصية نزيهة، شخصية وطنية، هذا المنصب سوف يطالب من القضاء بأنه أن يحاكم مسعود ومن مع مسعود على ما أجري في هذه السنوات السابقة.
في السابق طلب، أنا أقول كلمة عفوا، طلب من النظام البائد من صدام حسين، قال أعطينا 3% تكفينا الشعب الكردي. وأما بعد سقوط النظام 17% وهنالك آبار وهنالك تخصيصات وكل هذه المسميات، أين رحلت أموال الشعب الكردي؟ أين رحلت بأنه اليوم أبناء الشعب الكردي أهلنا وأحبتنا، لا يأخذون رواتب، رواتب الموظفين، رواتب الجيش، كل هذه المسميات أين رحلت؟ لماذا هذه كلها يكون سرقة إلى البيت الفلاني والبيت الفلاني؟ كل هذه المسميات هو متخوف مسعود اليوم من هذه. سيد باسل الكاظمي أشكرك، انتظر خليني أسأل سؤال آخر إلى، عفوا أرحب بالأخ كريم العزي مدير مؤسسة الوسيط للدعاية والإعلام. أهلا وسهلا أخ كريم. سيد كريم معنا؟ معك، السلام عليكم. تحياتي. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. تحية لكل ضيوفنا اللي موجودين معاكم. شكرا سيد كريم العزي من كركوك أعتقد أو من العراق. سيد كريم سؤال إليك، أنه الوضع حاليا في كركوك، أعتقد أنت من أهالي كركوك، ما هو الوضع في كركوك الحالي بعد ما سيطرت قوات الحكومة الاتحادية في المدينة؟ وخليني يعني أربط كركوك مع أيضا مع المناطق الأخرى المتنازع عليها مثل سهنينوى، في رأيك ما هو توجيه أو ما هي توجيهات الشارع العراقي بعد عملية فرض القانون في هذه المناطق المتنازع عليها، وما هي آرائهم من ناحية المكونات والقوميات الأخرى، يعني كردي، عربي، سني، شيعي، تركماني، مسيحي؟ ممكن تعلقنا على هذه النقطة؟ نعم أستاذ، أجيبك شطر شطر على أسئلتك. بداية بالنسبة لوضع كركوك، وضع مسيطر عليه ووضع مستقر أمنيا تماما، إلا هناك يعني خارج مركز كركوك هي المناطق اللي تربط القريبة على مدينة أربيل اللي هي آكل كوبري. هذه شهدنا هذه الأيام الماضية عدة مصادمات بين الجيش العراقي وبين البيشمركة حقيقة، وكانت هي مصادمات بالأسلحة الثقيلة حقيقة يعني. بس احنا اليوم لا يوجد مصادمات، توقف الطرفان. طبعا هي المصادمات اليومين الماضيين في كركوك وفي مناطق سهلنينوى. بالنسبة لكركوك تعرف الخط الأزرق اللي تتقدم بقواتنا الأمنية تقريبا ما يبعد يعني ما يقارب 2 كيلومتر عن أربيل. حاليا القوات الأمنية تبعد 20 كيلو، فلابد أن تتقدم. هناك أكو بعض سبب التقدم، أكو بعض الآبار اللي هي تابعة لكركوك مسيطر عليها حاليا الإقليم، فلازم تتقدم القوات. فهذا حقيقة البيشمركة قامت سواتر في سهلنينوى وفي كركوك، فحاليا وقفت تقدم القوات ودي يصير مصادمات، هنالك يعني جرحى وقتلى من الطرفين حقيقة. لكن اليوم السيد العبادي أعلن توقف هذه العمليات خلال فترة قليلة لا تقل عن 24 لسحب القوات البيشمركة حتى تتقدم القوات إلى مكان استقرارها، وبنفس الوقت القوات في ثاني نوع تتقدم إلى مناطق الحدودية وهي في شخابور حتى تستلم المنافذ الحدودية من القوات البيشمركة. وحاليا الوضع بالنسبة لمناطق الاحتكاك متوقفة تماما، اليوم لا يوجد أي مصادمات بالنسبة آتي الكوبري في كركوك وبالنسبة الثاني نوع. لكن أمس كانت هناك مصادمات، وهنالك أكثر من مصادمات بين حركة كتائب بابليون والبيشمركة اللي موجودة هناك قريبة، وهرب أكثر من 200 أو 300 عائلة من المكونات المسيحية واليزيدية إلى مناطق القوش القريبة عليها حتى تستقر خوفا من هذه المصادمات. هذا بالنسبة للوضع الأمني في كركوك وباقي المناطق المتنازعة. بالنسبة
تفضل تفضل كمل. وضعها مستقر. اي بالنسبه وضع دياله مستقر تماما، ماكو اي حاله خروقات لحد الان. الوضع بالنسبه لدياله مسيطر عليه من القوات الامنيه. بالنسبه لكركوك حتى تكون على بينه، كان هنالك داخل كركوك الحشد الشعبي والشرطه المحليه ومكافحه الارهاب والرد السريع. حاليا في داخل مركز كركوك فقط القوات مكافحه الارهاب والشرطه المحليه، وتوزعت هذه القوى الاخرى على اطراف كركوك وعلى مناطق الحيويه النفطيه. فهذا حقيقه شويه بعض الامور هدت، لان هنالك كان تخوف من يعني بعض اراء، وتتعرف الاعلام المزيف من الحشد بان راح يقتالون الاخوه الكرد، وهذا ماكو اي شيء بهذا الموضوع. وبنفس الوقت القائد العام للقوات المسلحه خول مكافحه الارهاب في كركوك باعتقال اي شخص عليه امر القاء قبض، لو حتى كان من ضمن الاجهزه الامنيه. نعم. راح ارجع عليك اخ كريم، راح اسالك سؤال عن السعوديه ودول الخليج وزياره السيد العبادي، لكن خليني ارجع الى السيد باسل الكاظمي. اخر سؤال لك سيد باسل، هل وصلنا الى نقطه اللارجوع ام يمكننا تدارك الاخطاء المرتكبه؟ تفضل سيد باسل. ممكن اعاد السؤال؟ نعم. بالنسبة إلى الحلول أو الأمل، هل هناك أمل؟ هل تعتقد أنه وصلنا إلى طريق مسدود بحيث ماكو أي أمل للعراق والعراقيين؟ هل وصلنا إلى نقطة اللارجوع أم يمكننا أن نتدارك الأخطاء المرتكبة ونتعلم من هذه الدروس؟ تفضل. لا سيدي العزيز، اليوم نحن نقول يوجد هنالك مصطلح العراق يمرض ولا يموت. العراق لحد هذه اللحظه يوجد هنالك امل، ولكن على جميع كل من يدعي بالوطنيه وبالنزاهه واثبات حسن النوايا ان يقفوا مع السيد رئيس الوزراء. وانا نقطه وسطت، رئيس الوزراء السيد العبادي لا يهمني لا من قريب ولا من بعيد، انا اليوم يهمني العراق ومن يخدم العراق. فاليوم نحن نرى وجميع المؤشرات والمعطيات تقول بأن أول رئيس وزراء في العراق بعد سقوط النظام بعد الحكومات المتراكمة الذي مرت على العراق نراه يتعامل بمهنية بوطنية. نرى لحد هذه اللحظة لم نرى أي ملف فساد تابع إلى رئيس وزراء سيد العبادي. فعلينا اليوم لأنه نقف معه وتتضافر الجهود لكي نعيد العراق من جديد. اليوم العراق لم يصل إلى طريق مغلق، هذا من جانب. من جانب الآخر فلنترك والجميع على اطلاع وعلى يقين بأن قلتها قبل قليل، كانت الخزينة مهددة بالإفلاس، ونحن نرى اليوم العراق بأن الجميع يمد يد المعونة إلى العراق. رأينا بأن هنالك تقاطعات مع الكثير من الدول، ولكن اليوم نرى دعم دولي من جميع البلدان. نرى بأن في السابق قد أعطيت هنالك جزء العراق من محافظاتنا إلى عصابات داعش، ولكن رأينا بأن اليوم قد عادت المحافظات وانتصرنا على داعش ومن يقف وراء داعش. كل هذه المسائل وهذه النقاط في حكومة السيد العبادي. واليوم نراها بأن السيد العبادي قد أثبت حسن النوايا، يمتلك الوطنية والنزاهة والمهنية. فعلينا اليوم أما أمامنا مختلف طرق، أما نأخذ العراق إلى الهاوية ونجعله في نفق المظلم ويوميا ندخل في مطبات، أما اليوم نتضافر الجهود ونقف يد واحدة مع السيد رئيس الوزراء لتطبيق القانون والدستور والمحكمة الاتحادية والحكومة الاتحادية، وهذا الطريق الآخر يأخذنا إلى بر الأمان وإلى إعادة العراق بسلام، نعيش آمنين مطمئنين. شكرا سيد باسل الكاظمي، شكرا جزيلا.
أعزائي المشاهدين، كان معنا سيد باسل كاظمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. الآن أرجع إلى السيد كريم العزي مدير مؤسسة الوسيط للدعاية والإعلام. سيد كريم، سؤال حول دعم السعودية للعراق. وقبل كم يوم السيد العبادي زار دول المجاورة، تركيا، إيران، سعودية، وما أعرف إذا أكو بعد أيضا دول أخرى في الخليج. ففي رأيك أنه ما هو سبب هذه الزيارة؟ ليش السيد العبادي زار وخاصة السعودية؟ ما هو سبب دعم السعودية للعراق اقتصاديا؟ ممكن تحل لنا هذا اللغز؟ تفضل. طبعا نرجع لك وتحية لك وللمشاهدين. حقيقة العبادي مبادراته وسياسة حكيمة وهادئة. صراحة لو هذا الموقف يعني صار في حكومة يمكن المالكي، أنا بتصور ما صار هيك، يمكن صار عبارة عن مذبحة. فصراحة أنا مع الأستاذ باسل زميلي، إلى سياسة هادئة، إلى يعني حاليا بالنسبة مقبولية حتى من المكونات اللي كانت ضد الدولة، يمكن من المكون السني وحتى بعض القيادات الكردية، ويمكن احنا نلاحظ بهذا الشيء خلال هاي الأمور اللي تصير بالوضع. نشوف يعني خلال دخول القوات الاتحادية على مناطق متنازع عليها، هنالك قيادات تحالفت ويا الدولة وتعاونت ويا الدولة اللي هي من ضمن قيادات الاتحاد الوطني حقيقة، يعني حتى يكون على بينة. العبادي سياسي اقتصادي وهادئ. بالنسبة لزياراته لتركيا وبالنسبة لإيران، هو لضبط الحدود بين العراق، وبنفس الوقت أنت جنابك تعرفهم والمشاهدين يعرفون إحنا حاليا الدولة اللي تستلم كل المنافذ الحدودية مع العراق، وبالنسبة لكل المطارات وإلى كل الواردات اللي الدولة تنعاد. حقيقة العبادي بزياراته بالنسبة لإيران وبالنسبة لتركيا لضبط الحدود، هذا أولا. بالنسبة إحنا أكو فد ملاحظة كلش مهمة، وأنت سألتني سؤال يعني جميل، لماذا سعودية هسه تدعم العراق اقتصاديا بشكل هائل؟ قبل ما كان هذا الشيء. حقيقة أستاذ العزيز، خليكون أني واقعي، هنالك إحنا العراق عبارة عن ملعب للدول، هنالك ملعب للدول. هو طريقة اللعب كيف أستاذ العزيز؟ كل دولة لها نفوذ، تحرك اللاعب مالتها. حركت إن اللاعب السعودي هي لضعف هيمنة إيران في العراق. هذا سبب كلش مهم أستاذ العزيز إذا تسمعني. هذا واحد. اثنين، إحنا حاليا نلاحظ هاي الفترة راحت هنالك دعم كبير من قبل الأمريكا للعبادي، وبنفس الوقت الدعم كان يكون إذا كان سياسي، إذا كان اقتصادي، إذا كان أمني. لماذا؟ لسبب أمريكا هي بنفس الوقت تريد تصير تقر العراق بنفس الوقت على حساب فائدتها، لأن بالعراق حاليا هيمنة إيران آخر فترة راحت كبيرة جدا، ومن ضمنها هي كانت إذا هيمنة اقتصادية وإذا كانت أمنية. فحاليا بالنسبة لسياسة أمريكا هي لضعف إيران في العراق. وهو أخ كريم، لأنه الوقت داهمنا، السيد عبد الأحد يريد يسألك آخر سؤال، ومشكور طبعا. فضل أخ عبد الأحد. السيد كريم العزي، مرحبا أخي. عزيزي، يعني ما ذكرته هو صحيح حول السيد العبادي، رجل سياسة حكيم ومهني بالتعامل كما ذكر الأخ باسم قبل قليل، ولكن هل يستطيع الاستمرار وفق منهج بعض القوى المناوئة له من الأحزاب
الطائفية المتواجدة في العراق في الوقت الحاضر؟ وهل تعتقد هناك ضياء ولو بسيط في نهاية النفق لإنقاذ العراق من هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه في الآونة الأخيرة؟ تفضل سيد العزيز. بالنسبة لسياسة السيد العبادي، هو إنسان هادئ، وهو تصريحاته أكثر من مرة قال أنا ليس ضد المواطن، مواطنين في الإقليم الكردي، الكردي حال حال مواطن في بغداد العربي وماكو أي درجة، فهو ليس ضد الحصار على إخواننا الكرد. هو بالوقت إحنا شوف سياسة السيد العبادي حتى في التعقنات كردية بنفس الوقت، آخر فترة تصريحات المكتب العبادي حتى باللغة الكردية. سيد العبادي حقيقة بهذه المواقف يكتب الشارع الكردي كرئيس وزراء يحمي من كل المكونات، وأنا صراحة أشوف سيد العبادي راح يحل هذه المواضيع، طبعا مو بس بجهد السيد العبادي، طبعا هنالك بسبب تنسيقات دولية إقليمية يحل هذا الموضوع، وهنالك حقيقة وساطة أمريكية حاليا بين حكومة الإقليم وبين حكومة العبادي، وإحنا نلاحظ البارحة وقت متأخر حكومة الإقليم أصدرت بيان بوقف إطلاق النار وهي مستعدة للحوار مع بعد زيارة السفير الأمريكي طبعا للتحاور بس بتجميد الاستفتاء، لكن السيد العبادي يقول لا تحاور إلا أن يلغي الاستفتاء. وحاليا حقيقة يعني إحنا راح نشوف فترة تجي بنفس الوقت إن شاء الله ماكو حرب، واني متأكد السيد العبادي بعيدا عن موضوع الحرب، وإنما هذه هي بس مناوشات بسيطة حتى الدولة تفرض هيبتها. وبنفس الوقت هؤلاء اللي قاتلون فكر أعتقد أغلبهم مو بيشمرقة، هي أغلبهم تابعين لجهات معينة بشخصيات معينة، وبعضهم من دول أخرى، ليس أغلبهم القوات بيشمرقة اللي تقاتل يعني حقيقة. شكرا. نعم أشكرك. هذا بالنسبة للشطر. والشطر الثاني ملاحظة أستاذ العزيز، السيد العبادي طبعا حقيقة ضغوطات كبيرة عليه ويوازن، أنا برأيي السيد العبادي له منافس كبير اللي هو السيد المالكي، بنفس الوقت السيد المالكي هو منافس كبير للسيد العبادي، وبنفس الوقت هم تحت حزب الدعوة، وحزب الدعوة حزب قومي إسلامي، فلابد والسيد العبادي مطلوب من عنده أن يكون رئيس وطني مهني لكل الأطياف القوميات. فأنا برأيي ونصيحة الخاصة أن السيد العبادي أن يخرج بجهة حزبية تحت مسمى التجمع الوطني أو المدني. أشكرك. حتى يبتعد عن أشكرك عزيزي كريم العزي مدير مؤسسة الوسيط للدعاوى الإعلام. مع الأسف أنه الوقت أدركنا وراح نأتي إلى نهاية الحلقة، يا ريت لو كل واحد من عندكم أخ مجدي، سيد مجدي وسيد عبد الأحد، انطونا خلاصة واستنتاج ونصيحة. الخلاصة والاستنتاج والنصيحة لوضعنا الحالي في العراق هو الاحتكام إلى الدستور وإلى المواد الدستورية ذات العلاقة بالأزمة الحالية، وإلى تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، كون قرارات المحكمة الاتحادية قرارات باتة ومحترمة من ومنفذة على كافة أنحاء العراق. شلون تقدر تجمعهم؟ ما يعني قانون سياسياً بس؟ القانون القانون عسكريا شلون؟ شنو عسكريا؟ أي نوع قانون يعني إذا كل واحد بديرة واقعيا يعني practically شلون تقدر تقنعهم؟ يرجع يعني؟ ترجع الحدود إلى عام 2003 تستخدم القوات العراقية أو السلطات الاتحادية في العراق تتمكن من بسط نفوذها في تلك المناطق، وتبقى أقليم فيدرالي، ماكو داعي انفصال، وهذا الاستفتاء سوي استبيان حتى تخلص المشكلة، وانت انت انت موجود وموجود بالدولة، انت موجود بالدولة بداخل المركز وموجود بالدولة عندك وعندك امتيازات، ليش انت كل هاي الامتيازات راح تبعثرها وتنهيها؟ أشكرك. نعم. أخ عبد الأحد. نعم. الحقيقة من خلال المداخلات والكلام والإخوة اللي تكلموا
معنا نلاحظ أن هناك تباين في الآراء، ولكن الجميع يدعو إلى العراق والوطنية العراقية وحكم العراق وفق الدستور مثل ما قال الأخ مجدي، ووفق القانون واختيار الشخصيات الكفوءة المتمكنة من إدارة الوضع العراقي المستقبلي. وأتوقع إن شاء الله أن يخرج العراق منتصرا كما كان منتصرا في الأجيال السابقة، ويحل السلام والمحبة بين جميع مكونات الشعب العربي، الشعب العراقي، عربا وكردا وتركمانا وآشوريين وكلدان وإلى آخره، وأيضا تلاؤم وتقبل وحب بين الأطياف الأخرى السنية والشيعية والمسيحية وإلى آخره من القوميات والطوائف الأخرى، كي يعيش العراق مستقبلا باهرا بإمكانياته الاقتصادية والثروة الهائلة الموجودة داخل العراق، والعراقيين الحكماء والنجباء والقادرين على قيادة هذا البلد إلى بر الأمان. أشكرك سيد عبد الأحد، شكرا سيد مجدي، نشكر كافة الأخوة المشاهدين والذين كانوا معنا على الهواء من العراق، ونتمنى مثل ما تفضلوا السادة في الاستوديو، نتمنى السلام والهدوء والعيش بسلام للعراق تحت عراق واحد، وطن واحد وفق القانون. وهناك بالتأكيد شخصيات متمكنة مثل ما قال سيد كمال يلدو وآخرين، أنه نصلي من أجل العراق ومن أجل الشعب العراقي وانتهاء كل هذه المشاحنات والانشقاقات والهجومات الخارجية على العراق. أشكركم أعزائي المشاهدين، ملتقانا معكم في حلقات أخرى وبرامج أخرى حول العراق وأضواء على العراق. مع السلامة.